أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا قل أفغير الله تأمرني
بنور ربها ووضع
الكتاب وجيء بالنبيين وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
وترى الملائكة حافين
وقضي بينهم بالحق وقيل الحق لا إله
فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ومن صلح من آبائهم
إنك أنت العزيز الحكيم ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق
لا ظلم من
درجات ذو العرش رفيع يقضون بشيء
What up?
فإذا جاء الجحيم لمن يرى فأما إنما